بس مشان لنا قصة ثانية. تاريخي في حياة ليبيا، يوم تخلصنا فيه يعني من حكم الفرد، من دكتاتورية بغيضة أربع عقود من الزمن يعني. ونحتفل بفبراير بإذن الله كل عام، نحيي الشهداء ونحيي الجرحى الأبطال ونحيي الشباب والنساء والرجال اللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل التحرر، من أجل بناء الدولة المدنية. تعثر حلمنا، نعم سرقت أحلامنا في الثورة، نعم تنازعتنا إيديولوجيات وتنازعتنا اتجاهات مختلفة، ولكن الآن تعود الروح إلى بني غازي. ثورة 17 فبراير تعني الأمل، تعني المستقبل إن شاء الله الباهر للأجيال القادمة، تعني ثورة شعب كانت عفوية وامتدت شهور لانتصار فيها الشعب على قائد مستبد